صحيت متأخر ونمت بدري، فقلت أسلق المكرونة بعدين أعمل لها صوص وحركة. قاعد بدي أدور أحط عليها ماجي، راح ألف ساعد شكل الله مش إني أكل. طبعا الموضوع سهل زي ما تشوفين استوت، حطيت مكعب ماجي، الريحة تشهي، لسه ما خلصت. جي على بالي إني ما أكب الموية، بس راح أحط عليهم جبنة. زي ما تشايفين الجبنة بدأت تدوب، بدأت تصير مرقة تاخذ لون الجبنة. الموضوع جدا سهل، هذا أفضل حل، أحسن من أندومي. بسم الله. فكر يا أخي،